للمزيد حول الانتهاكات في السجون الحكومية في العراق في ظل الحديث عن قانون جديد للعفو، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان السيدة آمال الظفيري. أهلا ومرحبا بك أستاذة آمال. أهلا ومرحبا بكم. في ظل الحديث عن قانون جديد للعفو العام في العراق، جهات سياسية ترفض القانون خشية الطعن بأحكام القضاء حول انتزاع الاعترافات، هل ترين ذلك مبررا أو مبررا لشمول آلاف المعتقلين بالعفو مع علم الجميع كيف انتزعت الاعترافات منهم؟ بالطبع هذا كلام أعتقد منافي للواقع. هذا القرار ممكن شوي يحسن صورة القضاء العراقي. نعم. بعد ما تشوهت صورته عند المواطن العراقي. نعم. السياسي يعتبر السياسي الفاسد القضاء العراقي هو اللي اعطاه الشرعيه انه يستمر لهذا الوقت. فانا اعتقد مثل هذا قرار هو يحسن صوره القضاء العراقي وليس كما يدعي السياسيون. نعم. بعد الحكم على مخبر سري بسبب كذبه، وهي بالمناسبة ليست السابقة الأولى، ألا ترون أنه من الواجب إعادة محاكمة المعتقلين في أجواء يعني أكثر عدالة، في أجواء أكثر شفافية مع ذوي المعتقلين والمعتقلين أيضا من تلك التي حكموا فيها وأدانتهم على أثرها المحاكم؟ هذا حق من حقوقهم، هو إعادة محاكمتهم، وحق من حقوقهم أنه يتم تعويضهم مثل ما تم تعويض مثلا لو قارن الناس اللي هم كانوا في رفحاء، تم تعويضهم في حين هم كانوا ياكلوا وشرب وكانوا رعايه صحيه في مخيمات رفحاء. كيف هذا يكرم ويعطي تعويضات في حين السجين المظلوم اللي بسبب المخبر السري دخل السجون ما ياخذ تعويضات؟ هو لازم ياخذ تعويض ولازم يحاكم من جديد ويتحاسب اللي ظلمه وليس فقط اعاده محاكمه. اذا كانت المحاكمات وظروف اعتقال الابرياء كما تدعي الجهات الامنيه وفق المعايير الدوليه للعداله، فلماذا تمنع الحكومه زياره المنظمات الحقوقيه للسجون في العراق؟ طبعا تمنعها، لان هناك كوارث وفساد داخل السجون العراقيه. لكن الأسوأ من هذا كيف تسمح الولايات المتحده اللي هي سفيره الولايات المتحده اللي هي الحاكم الفعل العراق بتمرير هذه الانتهاكات بدون التنويه عليها، بدون النظر بها. لكن هم كبيرهم الذي علمهم السحر. لا ننسى احنا الانتهاكات اللي قامت بها الولايات المتحده، فاعتقد هي مثل يحتذى به من قبل الحكومه العراقيه. هذه الانتهاكات السكوت عليها هذا موضوع دولي وسياسي ولتلميع صوره الاحتلال فقط. نعم. هناك من يرى ان استمرار الاعداد الكبيره من المعتقلين رهن الاعتقال والسجن لمدد كبيره، كون أن الطبقة من رجال الأمن يتربحون من مأساة المعتقلين. هل يكون المستفيدين من اعتقال الأبرياء لوبي ضاغط لوقف قانون العفو برأيك؟ بالطبع. وإذا تذكرنا أنه هذا مو لوبي بسيط، هذه السياسيين داخلين بالموضوع، ميليشيات داخلة بالموضوع. يعني نائب عراقي تكلم قال بس من طعام السجناء الشركات هذه والمافيات هذه تربح 170 مليار دينار عراقي سنويا، ما عدا تجارة المخدرات، ما عدا الابتزاز الأهالي السجناء، ما عدا بيع الأشياء للسجناء داخل السجون. نفسه والسجين هذا لما يشوف الأكل الرديء يروح هو السجان نفسه يبيع له الأكل، يسرقه منا ويبيع له الأكل منا. فهذه تجارة مربحة وهذا مصدر لتمويل الإرهاب الميليشياوي اللي موجود بالعراق. نعم. ماذا لو كان القانون الجديد نسخة أخرى من قانون العفو السابق؟ هل سيستفيد الجميع من هذا القانون أم ستستنسخ حالة العفو الانتقائية التي طبقت في القانون السابق؟
هو السجان نفسه، أنا ما أعرف هو شنو اللي يختلف، السجان نفسه، الحكومة نفسها، السياسة نفسها، القضاء نفسه، فأنا ما أعتقد أنه راح يصير تغيير. هي تفاهمات سياسية، تمشي الحكومة ونرجع لنقطة الصفر. أنا ما أعتقد أنه هذا القرار راح يغير شيء. إحنا عندنا منظومة فاسدة على فكرة. يطلع احنا المشكله هي مو بس يعني لو فرضنا انه طلع قرار عفو والقاضي قال فلان يعني طلع عليه عفو، احنا ما عندنا راح تستلم جهات ثانيه هذا السجين. يعني الموضوع احنا مو موضوع سجن واحد وناس عند الحكومه العراقيه وبسجون عراقي. انت تعرف انه كل ميليشيا عندها سجن، كل جهة سياسية وعندها ميليشيا عسكرية عندها سجن، يطلع من هذا السجن تستلمه ميليشيا من سجون أخرى. وأعتقد هم نفسهم دار وزارة الداخلية ووزارة العدل يفهمون هذا كلامي، وكثير يطلعون القاضي برهم يرجع جهات ثانية تستلمهم وتحقق معهم وتسجنهم. فاحنا ما عندنا قرار سيادي حتى يتطبق على الجميع. نعم، الناشطة في حقوق الإنسان السيدة آمال الضفيري، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا عبر الهاتف.